إن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، ولذا قال عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نزل به الروح الأمين. ولو قال قائل إن هذا الإنزال يدل على الخلق لا يدل على أنه من عند الله، بدليل أن الله عز وجل قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. فيقال إن الإنزال في شأن المطر هو إنزال من المزن، فأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، فيكون بهذا الاعتبار مخلوقا. وأما قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، نقول يفسرها قوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إلى أن قال ثمانية أزواج. فيكون النزول هو أن الذكر يعلو الأنثى فينزل ماءه في رحمها، فينتج عن هذا أن هذا الجنين ينزل من هذا العلو من رحمها إلى الأرض. لو قيل سلمنا بهذا، فماذا تقولون في الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد؟ فيقال إنزال الحديد هو إنزاله من علو من أعالي الجبال، لأن أنفع أنواع الحديد هو ما نزل من الجبال، فهو بهذا الاعتبار في علو. فيكون هذا القرآن نزل ممن؟ من الله عز وجل، كما قال تعالى بل هو الحق ممن؟ من ربك، فأضافه إلى الله عز وجل، فدل على أنه من الله عز وجل، وهو جل وعلا هو الخالق عز وجل، وصفاته كذاته. فإذا كانت ذاته ليست مخلوقة وهذا يقرون به، فكذلك صفاته، لأنه لا يمكن أن تنفك الصفات عن الذات، لا يمكن أن تقول إن هناك ذاتا مجردة عن الصفات. أتحدى أن يأتي شخص ويقول إن هناك شيئا هو ذات ليس له صفة، كل شيء له صفة، بما أنه موجود فله صفة، هذا الجهاز له صفة، هذا المكبر له صفة، هذه الساعة لها صفة، هذه المروحة لها صفة، هذه السماعة لها صفة، هذا الكتاب له صفة،